السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخشيري ايزي اند كويك. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وصفة النهاردة هي الخبز العربي المنفوخ أو الخبز بدقيق الحبة الكاملة، ينفع جدا لأصحاب الدايت أو مرضى السكر. وطبعا انتوا عارفين ان دقيق الحبة الكاملة هو دقيق صحي وأحسن بكتير من الدقيق الأبيض اللي احنا بنستخدمه في العيش العادي، فالناس اللي بتعمل دايت تقدر ان هي تستخدمه كبديل للعيش الابيض، لان الخبز ده او الدقيق ده بيغيب كتير جدا في المعدة على ما بيتهضم، بعكس الخبز العادي اللي بنستخدم فيه الدقيق الابيض بس. خبز مش محتاج خالص ان احنا نعمله في فرن البوتاجاز، هقولكوا كده على شوية تريكات علشان تعملوها ويطلع معاكوا حلو ومظبوط في الطاسة على عين البوتاجاز من فوق، ويطلع قابب وينفع يتعمل منه سندوتشات زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. وصفة مظبوطة ونتيجة مضمونة باذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتابعوا معايا الفيديو باهتمام عشان اقولكوا على كل المقادير والتركات المظبوطة، وخلونا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه ده الدقيق اللي انا استخدمته، ده دقيق اسمه البيكر، هو دقيق من الحبه الكامله او القمح الكامل، ما فيهوش خالص دقيق ابيض. تمام كده، اول حاجه مبدئيا هحط كوبايه من الميه الدافيه، طبعا الميه لازم تكون دافيه، هحط عليها معلقه كبيره من الخميره او معلقتين، طبعا الكميه انا بستخدمها صغيره فهحط معلقه واحده. بعد كده هحط معلقتين من العسل، طبعا بلاش انكم تستخدموا سكر، يفضل يعني ولو مش متوفر العسل استخدموا معلقه كبيره من السكر الابيض، ونقلب كل ده مع بعضه ونسيبه بقى لحد ما يعمل الخميره تتفاعل مع الميه الدافيه. معلقه اللبن، هي اللبن بودره حاجه اختياريه ولكنها هتخلي العجينه معايا طريه بعد ما تتعمل. هنزل بثلاث معالق من الزيت، وبعد كده هبدا انزل باربع كوبايات من الدقيق اللي انا وريتهولكوا في اول الفيديو، دقيق الحبة الكاملة او اللي هو الدقيق الاسمر. تمام، وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات في بعض، بعد ما احط رشة من الملح هقلب المكونات بالمعلقة الاول على ما تمتزج، وبعد كده هبدأ ان انا اعجنهم كويس جدا بايدي. بعد كده ضفت كمان نص كوباية من المية، وفي الاخر هحط كمان بعد ما اعجنهم كويس جدا بحط معلقة كمان من الزيت. اصبح ان انا استخدمت كوباية ونص من المية الدافية واربع معالق من الزيت، اربع معالق كبار. بصوا كده القوام بتاع العجينة لازم تكون بتلزق معايا سنة، وهو ده القوام المظبوط. طبعا هي طرية معايا علشان انا حطيت معلقة من اللبن البودرة، ما استخدمتش دقيق ابيض خالص في الوصفة، يمكن علشان الدقيق اللي هما يعني اللي انا مستخدماه ما فيهوش ردة او كده، وانا ما عنديش ردة فالعيش طلع معايا ابيض. حط بقى دقيق ابيض على الرخامة علشان العجينة ما تلزقش مني على الايه، على الكاونتر او الرخامة اللي انا بشتغل عليها. تمام كده، مش هخمر العجينه الاول، خلي بالكو لان انا كده كده هعملها كور واسيبها تختمر. تمام، لو عايزين انكم تخلوا العجينه تختمر الاول وبعد كده تقسموها كور، بس بعد ما لازم بعد ما تتقسم كور بالمنظر ده لازم هنسيبها تختمر تاني على الاقل من نص ساعه لساعه الا ربع، هغطيها كده كويس وبعد كده هسيبها تختمر لحد ما تضاعف حجمها بالمنظر ده. زي ما انا قلت لكم ان انا استخدمت اربع كوبايات من الدقيق فعملوا لي الكميه دي. هبدا الحته اللي انا هشتغل فيها احط عليها الدقيق كده ابيض، تمام، وبعد كده هجيب بقى النشابه وابدا ان انا افرد العجينه. اول كره انا عملتها هي اول كره بفردها على الرخامه او الكاونتر اللي انا شغاله عليه. خدوهم بالترتيب، وخلي بالكم دايما من الترتيب ما تحطوهوش متلخبط، علشان العجينه اللي احنا عاملينها في الاول خالص او الكره الاولانيه بتبقى مرتاحه عن الكره الاخيره. ولازم تفردوا العجينه كويس جدا وتخلوها السمك بتاعها رفيع. تمام كده، بعد ما نفردها كويس جدا هنحطها برضو في صينيه، في صينيه بقى او على رخامه تاني او على ترابيزه، بس هنكون حاطين تحتها شويه صغيرين قوي من الدقيق الابيض وهنغطيها. ولازم نسيب العجينه بتاعتنا بعد ما تتفرد بالمنظر ده، العيش يعني او الخبز بعد ما يتفرد، لمده ساعه اقل حاجه علشان العجينه بتاعتنا تختمر كويس وتقب معانا لما نيجي نحطها على النار.
هنبدأ نفرد الكور بتاعتنا كلها للخبز كده، وبعد كده هنغطيهم زي ما انا قلت لكم لمدة ساعة علشان تختمر كويس، اقل حاجة ساعة. طبعا العيش اللي انا عملته الاول فردته الاول هو اول عيش هشتغل بيه. هنجيب بقى مقلايتين سخنين او طاستين سخنين كده بالمنظر ده، او الصاجة او اي حاجة، او صينية، يعني اي حاجة تقدروا تكون يعني تيفال او ما بت... نون ستيك او ما بيلزقش فيها يعني العجين، تسخنوها جدا على نار عالية، وبعد كده تبدأ تنزلوا فيها بالعيش اللي انتوا عملتوه. العيش هنشيله زي ما هو وهنحطه في الطاسة، يعني زي ما بيكون مفروض كده على الرخامة هنحطه، مش هنقلبه على الناحية التانية لحد ما يبدأ ان هو يقب معانا. انتوا هتلاحظوا ان هو بدأ ينتفخ كده، تقلبوه بصوا تبدأوا تضغطوا عليه كده علشان الهواء السخن يبقى جوه كده العيش، ويبدأ ان هو ينتفخ معاكم بكل سهولة. وافضلوا بقى قلبوه من الناحية للتانية، هو بيتقلب على النار 3 أو 4 مرات مش اكتر من كده، وهتلاقوه لون معاكم بإذن الله واتنفخ معاكم بالمنظر ده، وتقدروا انكم تعملوه عيش بعد كده بكل سهولة. كل واحدة بشيلها من على النار طبعا، بحطهم كلهم على فوطة، وافضل بقى احط واحدة ورا التانية واغطي لحد ما تبقى معايا الكمية كلها بالمنظر ده. بغطيهم اقل حاجة لمدة نص ساعة علشان العيش يفضل معايا طري. انا طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا ما استخدمتش دي ابيض خالص في الوصفة، فالعيش ده معرض ان هو يبقى ناشف اكتر من الخبز اللي احنا بنستخدمين فيه الدقيق الابيض. شايفين بقى العيش طلع معايا ما شاء الله طري وقابب، يعني بيتفتح وهيتعمل معايا سندوتشات حلوة قوي، ومستحيل انكم تزهقوا منه. مخدش على فكرة وقت، الكمية اللي احنا مش اللي عاملينها مش كبيرة، فما زهقتنيش في العمايل. وكمان تقدروا انكم تحطوا كاسة طاسة على النار وتعملوا كله مع بعضه في نفس الوقت، هتنجزوا مش هياخد معاكم اي وقت خالص. اظن مفيش اسهل من كده. طبعا كل المقادير هكتبها لكم بالظبط في صندوق الوصف عشان تقدروا تاخدوها سكرين شوت وتعملوها في اي وقت، وقت ما تكونوا فاضيين كده تعملوها. وصفة صحية وتنفع لأي حد، مش بس أصحاب الدايت أو مرضى السكر، لأنه صحي. يعني إحنا دايما نحاول في نظامنا اليومي حتى لو إحنا مش بنعمل دايت، إن إحنا نستبدل الحاجات اللي مش صحية بالحاجات اللي صحية في حياتنا. هتلاقوا صحتنا ذات نفسها هتفرق. إحنا استبدلنا الدقيق الأبيض بالدقيق الأسمر، أو الدقيق الحبة الكاملة الدقيق القمحي الكامل، والسكر استخدمناه باستبدلناه قصدي بعسل. فأي حاجة نقدر ان احنا نستبدلها ببدائل صحية. جربوه بالطريقة دي وربنا يحسن ما بين ايديكم، بإذن الله تطلع معاكم طريقة ناجحة جدا. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني اشعار بكل جديد. متنسونيش من دعواتكم الحلوة في الايام المفترجة دي، وكل سنة وانتم طيبين. عيد اضحى مبارك على الامة الاسلامية جميعا. اشوفكم الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم.